السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ التکاثر کی تلاوت کریں گے، آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترون ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن